السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. معاكم نورة من قناة بيتي جنتي مع نورة. طبعا زي ما مكتوب عندكم في العنوان، طول عمرنا طبعا بنسلق البيض غلط، وكمان بيكون ساعات بطريقة غير صحية. ان شاء الله النهاردة نجيلكم بطريقة تحفة وجميلة، وكمان هنسلقه ونكسر البيضة ونسلقه عادي خالص، والطريقة دي صحية وهتعجب أولادنا، وكمان فيها ما شاء الله كمية كالسيوم أحسن ما بتسلقيها بقشرها. تعالوا معايا عشان تشوفوا الطريقة. كل اللي أنا محتاجاه دلوقتي، أنا محتاجة طاسة، وأنا هسلق دلوقتي بيضتين. أنا هنا هشغل النار عادي خالص على الطاسة، وهحط فيها مية. بجد الطريقة دي تحفة، وانا عن نفسي هبدا اجربها معاكم. وانا فحصت كتير فاكتشفت ان البيض ما بيكون مسلوق بقشره ممكن ساعات يفقد القيمه الغذائيه بتاعته. فتعالوا ان شاء الله الطريقه دي هتعشقوها وهتحبوها، وكمان كلنا عارفين الاولاد ما بيحبوش البيض المسلوق. لما تسلق لهم البيضه دي بالطريقه دي ان شاء الله هياكلوها. ودلوقتي اللي انا محتاجاه ان انا حاطه الميه على النار. انا محتاجه بس ان الميه تبدا في الغليان، يعني ما تكونش بتغلي خالص. هتشوفها دلوقتي معايا زي ما انتوا شايفين كده، هي خلاص هتوصل لدرجة الغليان. فأبدأ بالشكل ده، أهدي النار وأنزل بالبيضة بتاعتي كده. أنا مش عايزاها توصل المية بتاعتي لدرجة الغليان زي ما حضراتكم شايفين كده. هنزل كمان بالبيضة التانية. واخليها معاكم على نار متوسطة. هنزل البيضة التانية كمان. اخليها كده بالشكل ده على نار متوسطة بحيث ان هي تستوي. وان شاء الله هسيبها كده وهقلبها معاكم. الوش التاني انا دلوقتي بس هضيف لها حاجة بسيطة، بس هضيف لها شوية كده من الملح. دي خلطة انا عاملاها، ملح على فلفل اسود على شطة على كمون. انا هنا طحناهم في البيت بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. انا هنا عاملاها على نار متوسطة. بجد يا بنات ما بتاخدش وقت خالص، وكمان زي ما قلت لكم في الاول فيها كمية كالسيوم، واولادنا كده يحبوها، لان احنا كلنا عارفين ان معظم الاولاد ما بيحبوش البيض المسلوق، بيحبوا المفقوش اللي هو المقلي. بس كده سايباها على نار هادية خالص. انا هنا بس محتاجة بس مقصوصة عشان بس احركها بس كده زي ما انتم شايفين. اهي زي ما انتم شايفين كده، اهي انا حركتها من مكانها عادي، بشويش خالص بتتحرك معانا اهو زي ما انتم شايفين. بجد ما بتاخدش معانا وقت، ما بتاخدش دقايق، يعني بتكون اسرع كمان من اللي بنسلوها بقشرها اهو زي ما انتم شايفين كده. انا هنا اهو قلبت واحده، قلب التانية بقى معاكم عادي خالص اهو. انا استخدمت المعلقه وادي البيض اهو بعد ما اتسلق اطلعه بقى. واهو بعد ما طلعته معايا في الطبق هنزل بس ارش عليه كده شويه من الفلفل الاسود. لو انتوا حابين تضيفوا اي حاجه تانية براحتكم، كمون، فلفل اسود. انا صراحه بحب الفلفل الاسود. انا عايزه بس افتح واحده معاكم اهو، شايفين؟ عايزه اوريكم قد ايه هو مستوي من جوه، شايفين؟ ما شاء الله تحفه بجد بجد. الطريقه دي ما بتاخدش معايا دقايق وبيكون مستوي، وكمان الطعم زي ما انتوا شايفين مستوي من جوه، واولادي كمان بيحبوه كده. استخدموا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش بقى باللايك والشير وسبسكرايب للقناه، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.